السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض موقع اسمه سمارت شيت، بيخليك تعمل شيت بشكل حلو يساعدك في شغلك. تقدر تقول زي فورمات جاهزة، هتلاقي حاجات مثلا خاصة بالاي تي، حاجات خاصة بالهيومن ريسورس، حاجات خاصة بالجنرال مانجمنت وهكذا. ممكن تقول له مثلا عايز حاجة على هيئة مثلا جانت بشكل دوت، فهو جابها لك بالشكل هنا. سهل جدا تقول مثلا فاونديشن وتختار الفترة كم يوم وهتبدأ يوم ايه وهتنتهي يوم ايه، فاعملها بالشكل دوت كأنك شغال مثلا على مايكروسوفت بروجكت بس اونلاين وسهل ويطلع لك النتيجة على طول وتقدر تفتحه من اي مكان. تمام. طيب ممكن ايه تاني؟ في اشكال كتيرة جاهزة، زي ممكن نقول له مثلا بروجكت اسنت. تمام. بيقول لك سمي المشروع، سميه عايزه بشكل جريد ولا ده ولا دوت. اشكال كتيرة جاهزة، فبيقول لك حدد التاسك الاولاني، تاسك 1، التاسك 2، وممكن تضيف روبوت بالشكل دوت. بدأ يعمل لك البروجكت. بتلاقي حاجة خاصة بقى بالتاسكات بالروبوت، كل ما بتكتب حاجة بيبدأ يظهر عندك في الروبوت، و بروجكت داشبورد هيبدأ يجيب لك المعلومات، ايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش، ونسبة الحاجات اللي في البروجرس اللي شغالة، حاجات اللي لسه ما خلصتش. ده الشكل بتاع الداشبورد، بيطلع على طول من غير ما تبذل فيه اي جهد خالص. ممكن تشاره مع الناس، تكتب الناس اللي انت عايز يشاركوا معاك، ولا هو يقدر يعدل، ولا مجرد ان هو فيور. تمام. ممكن تخليه هو كمان يعدل معاك. ممكن تعمل برزنتيشن لو انت عايز ان انت توري الناس، ممكن تعدل فيه، وممكن تعمل كوبي منه. زي ما شايف في شويه امكانيات خطيره تقدر انك تستفاد منه، واونلاين، وتعمل ريفرش مثلا كل دقيقتين بحيث اول ما حد يعدل حاجه يظهر عندك التعديل على طول.